وحده وعد يا سيدي الصباح عيطوا لي قالوا لي ريب انتي مش غريب اش نريب محالي قال لي ريب محالك وخلي محال ولدك يوم الريب تجيو تشوفون اش غريب جا وعدك قال لي فين محال ولدك قلت ها هو قال لي ريب هذا وخلي هذا فين هو الباب ديالك انت ها الباب ديالي ها هو فين ها الباب ديالي ها هو ها باب ولدك ها باب بابك ها باب ولدي قالوا لي يا سيدي ها باب ولدي الاخر فينا قالوا لي يا سيدي ريم محالك وخلي محال ولدك ما تقيسيش ومشاو عاود ملي بديت الريب جاو عيطت عليهم جاو قال لي انت باقي ما كملتيش قلت ليه لا قال لي نصحبوك كملتي تنكملوا ونرجعوا عندك ملي رجعوش عندي مشيت عندهم مشيت عندهم قال لي يا سيدي لا خاصك تريب محال ولدك قلت لهم انا ما لقيتش ريم محال ولدي الريب المحال ولدي موش ديالي قالوا لي يا سيدي لا صافي سير هذاك اللي ريب لك اللي ريب لك هو يعطيك شهادته اللي قال لك ريب تعيش وشكون اللي قال لك ريب؟ قال لي جا عند الخليفه وجا عند المقدم وجا هذاك السيد من سمو التعمير قال لي يا سيدي ريب ريب هذا وخلي هذا هما واقفين كيسمعوا بثلاثه ومشاو ملي عيطت عليهم عيطت على المقدم قلت له انا سير ريب قال لي واخا جا وقالوا لي انت باقي ما كملتيش قلت لهم باقي قال لي يلاه كمل صحابو كملتي وكمل احنا غنرجعوا احنا كندوروا هنا ملي ما جاوش مشيت عندهم مشيت عندهم ما لقيتش قال لي القايده خرجت كونجي صافي مشيت عند دخلت عند الخليفه قلت له قلت له يا ريب قال لي يا سيدي هذاك اللي قال لك ريب سير عندو يعطيك هو منك لي راه خرج راه مشى في حالاته وعلاش دابا ما بغاوش يعطيوك الورقه ديالك باش تمشي للمشروع د ميموزا قالوا لي يا سيدي انت ريب محال ولدك ولدي انا بابو بوحدو وحالو بوحدو محالو بوحدو ماهوش معايا راه معزول بوحدو وانا معالي معزول بوحدو ولدك مزوج ما مزوجش ما مزوجش ولدي عزري ورا العزاره كاع عطاوهم اللي عندهم بيبان بوحدهم بيبانهم بوحدهم كلهم شدوا كاع راهم شادين هما شادين حدانا هما حدانا شادين بيبانهم وحدهم شادين واللي عطى الله هو هذا دابا راه مانيش نقول لي يقول لي المخزن ريب وما ريبش انا غنولي نولي انا الدري يقول لي ريب وما ريبش وقالوا لي ريب ريب راه المخزن هذا قال لي ريب ريب قال لي ريب هذا وخلي هذا انا نوريه لي ريبته واللي قالوا لي خليه راه خليته ودابا شنو فين غتباتوا هاد الليله شنو غدير؟ غنباتوا تما راه فين غنباتوا برا في الزنقه راه حنا حارجين برا غنباتوا تما برا مهجورين تما تما غنباتوا تما خويا غنباتوا تما يا مهجورين راه حنا في الخلا بيتي وجاو عندك مني ساليتي عمليه الهدم شنو قالوا لك؟ جاو قالوا لي باقي ما كملتيش تكمل ورجعوا عندك ملي ما جاوش مشيت عندهم قال لي راه هذاك المخزني قال لي حتى هذوك اللي مشاو اللي راهم خرجوا راه من اللجنه راه خرجت مشات حالها راه باقي الخليفه طلع عندو طلعت عند الخليفه دخلت عندو قال لي ورا ما ريبتيش المحل الاخر قلت له انت قلت لي ريبو هذا وريب هذا قال لي انا ما قلت لكش هذاك اللي قال لك سير منك لي سير قال لي سير دعيه هذاك اللي قال لك ريب سير دعيه ومن اللي نولي انا من اللي ولي الشرطه جايه من المخزن ويقول لي ريب ونقول ليه لا حنايا ساكنين هنايا سنين وحنا ساكنين هنايا وجا الاحصاء تحصينا وتحصلت الاخ ديالي وكاين الاخ ديالي الاخر مزوج بولادو حتى هو تحصى وعيطوا لنا في القرايه عيطوا لنا حنا الاولين مشاتني الوالده ديالي انا دايره انا والوالده الشراكه مشات الوالده ديالي دارت القرعه عيطوا لخويا الاخر حتى هو مزوج دار القرعه خويا اللي ما مزوجش مازال ما عيطوش ليه بقاو كيتسناو ملي وصل وقت الترياب جاو عندنا على قبل الترياب قالوا لنا تريبوا قلنا لهم راه الاخ مازال ما ريبش مازال ما عيطوش ليه القرعه يعني ما غريبوش قالوا لنا صافي مشاو عندنا ما بقاوش رجعوا بقات كتعيط لنا النوطيره واش مازال ما داروش معكم حتى شي حاجه كنقولوا لها مازال صافي هي هذيك مشاو ما عاودوش رجعوا عندنا عاوتاني اليوم الصباح عيطوا للوالد ديالي في التليفون عيط ليه المقدم قال ليه تريب قال لي شنو غادي نريب قال لي ريب دارك قال لي ما غريبش حتى تجيو عندي قال لي ونشوف مع القيده ونعاود نعيط لك عاوتاني عاود عيط لي قال لي راه قالت القيده ريب غير محالك ومحال ولدك خليه نط انا مشيت انا وبابا للمقاطعه تلاقينا نيت مع الخليفه وهما كانوا يلا خارجين وداك عاون السلطه اللي معاهم خارجين باش يجيو لهنايا للدوار قال لي ملي هضرنا معاهم قلت له السلام عليكم راه شنو قلتوا لنا شنو قلتوا قلنا احنا اصلا هابطين عندكم قلنا لهم صافي قلنا لهم واش شنو غنديروا قلنا سيروا توكلوا على الله وبداو في محالكم جينا جاو عندنا قدام الباب دخل الخليفه كان الخليفه والمقدم وعاون السلطه وكان خليفه اخر معاهم وكان واحد الراجل ديال السكين الاسكان الاسكان المهم وقف هنايا قال لنا فين هو الباب ديال الولد قلنا ليها هو شاف الباب شاف البيت بقى كيشوف ويقولنا ريبوا داركم وهذا ما تقيسوش قلنا ليه واش متاكد قال لنا اه بحال هكا
صافي بدينا ما يقول لنا وطيحوا القصدير وحنا نرجعوا عندكم. طيحنا القصدير رجعوا قال لنا واش مازال ما ساليتوش، قلنا لهم مازال، عاوتاني مشاو وجاو قال لنا وتا تكملوا ونجيو عندكم. صافي مشاو، ملي كملنا كنتسناوهم يجيو يتسناوهم يجيو ما جاوش، عيطنا لهم مع الجوج. انا اللي اصلا شديت النمره للوالد ديالي تاع يهضر معاه المقدم، قال لي واش ساليتي، قال لي اه، قال لي وصافي حنا نجيو عندك. ناض بابا مشى عندهم المقاطعه هو وخويا الاخر اللي مزوج. ملي دخلوا تما قالوا لهم راه كاين شي اجتماع، راه ما كايناش القيده، سيروا تسناو شويه. عيطوا للنوطيره، عيطنا للنوطيره قلنا واش ريبلت، قلنا لا اه، قلنا اجيو عندي. مشينا عند النوطيره عطاتنا البلان سينينا، عطاتنا الوراق داكشي، يلا خلصنا 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 النوطيره. ملي بغات تعطينا الورقه ديال باش نمشيو للسانديك اللي نخلصوا فلوس عطونا السوارت، عيطات ليها القيده قالت لها واش جاو عندك، قالت لها راه جات عندي الام والبنت والولد، قالت لها والولد الاخر، قالت لها لا، قالت لها ما تعطيهمش الورقه خصهم يريبوا البيت ديال الولد. ملي رجعنا مشينا عندهم المقاطعه قالنا حنا ما قالنا، ملي دخلنا عند الخليفه المقدم بعدا في الاول مابغاش يهضر معانا كاع، قالنا انا ما عيطتش لكم وما قلت لكم والو، انكرنا قلنا انا ما عيطتش لكم، انا ما قلت لكم والو، قلنا انا ماشي قايد، ماشي قايده باش نعطيكم شي ورقه وما نقولش لكم ريبو. ملي دخلنا عند الخليفه هضرنا معاه قال لنا انا ما عليا والو، قال لنا انايا الورقه ماشي انا اللي كنسينيها، كتسينيها القايده. قالنا هذاك الشخص اللي قال لكم ريبو سيروا دعيوه، انا ما كنتحملش المسؤوليه. قلت له ولكن راه انت كنتي معاهم وهما قدامك. قلنا انا ماشي سوقي، انا ما عليا والو، بحال هكا صافي. قلت له واش دابا بحال كتلعبوا علينا، يعني هذا الضحك ديال الدراري الصغار، طلعت تاكل كرموس نجي شكون قال لك ريب ما تريبش. قال لك لا انا ماشي سوقي فيكم، ريبتو منكم اليوم، هذاك اللي قال لك ريب هو اللي سير دعي. ايوا بقينا حنايا دابا حوايجنا حاطينهم في الزنقه وجالسين هاد الليله بيتين في الزنقه، وكلشي الحيوطه ريبناهم، يعني ما عندنا فين نجلسوا، حتى الناس اللي حدانا راه كلشي مريب، حنا الوحيدين اللي بقينا واقيلا هنايا من الناس ديال الميموزه. بابو بوحديتو ساكن سنين، هو بوحديتو، بيتو بوحديتو، عنده ثلاجته بوحدها، بوطو، تلفازتو، ناموسيتو، السدادر، كلشي بيتو بوحدو، ساكن بوحدو، كيطيب بوحدو، ما كياكلش معانا حنا والو، تما الخروج كيشري من الحانوت، يعني ما كيدخلش عندنا الطواليط، شارك معانا روبيني دالما هو عنده قدام البابو، الطواليط حاشاك عنده قدام بابو، يعني ما عنده حتى شي حاجة، هاهي الطواليط عنده هنا، ها بابو هنا، كلشي، يعني ما عنده حتى شي حاجة بينا.